كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. الله أكرم وإحنا مبسوطين إن إحنا في رمضان في شهر الفضيل ده اللي كله خير إن شاء الله علينا كلنا. والشهر ده بيجي علينا فبيجي معاه حاجة حلوة جدا وهي الأخلاق. الأخلاق يا ترى الأخلاق هي موجودة ولا بدأت تندثر وبدأت تقل الأخلاق بينا؟ الأخلاق دي المفروض هي من مقومات الشهر الكريم، إن إحنا بنصوم عشان يبقى عندنا أخلاق. فأنا مثلا أما أجي أقول لواحد إيه، زمان كنت أسمع كده يقولوا صباح الخير يا أم محمد، صباح الخير يا أم إسماعيل، صباح الخير يا دلادي، صباح الفل يا باشا، اتفضل، يقعدوا يقولوا جمل يصبحوا على بعض كتير جدا. دلوقتي أنت لما تقول لحد صباح الخير يقول لك في حاجة يا كابتن ولا إيه؟ في حاجة؟ تبص لي كده إيه؟ أنا تقول لي صباح الخير أو ما يردش خالص. فتقول له صباح الخير، تروح مثلا مصلحة حكومية تقول لهم، تقول للموظف صباح الخير. يا عم صباح الخير. اللي بعده صباح الخير، يمشي لحد ما تلاقي نفسك في الشارع. بجد تخش تفكر، تخش على المدير تقول له صباح الخير يا فندم، يقول لك انت تاني كل مره تجي لي تقول لي صباح الخير، انت تاني ضيع وقتي ووقت الشغل ووقت الحكومه ووقت فما بقاش حد بيستحمل حد، مش فاهم ليه. اقول انا صباح الخير صباح النور، اخش البيت اقول للمدام صباح الخير يا حبيبتي، تقول لي نعم نعم، عايز ايه؟ عايز ايه؟ اه مهد بقى وعايز تقول عيا الولاده، اقول لهم صباح الخير، يقول طيب صباح الخير يا انا طيب، ما مش فاضيلي. ما بقاش حد بيستحمل حد، يرد على بعض صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا. فين الايام دي؟ كان زمان خالص يقولوا المقوله بتاعت التحيه طويله شويه، يقول له مثلا عمت صباحا يا سيد قوم بني قنفرليد، الصبح بدري صح، يرد عليه يقول له عمت انت صباحا انت وقومك. بدات تقل شويه، بقت ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسرع شويه بدات صباح الخير صباح النور، صباح الفل صباح ايش، لحد ما تحولت لاصوات. فالصباحات في ود بيحصل، ود لما تقول له حد صباح الخير يقول لك صباح النور. يعني اقول لكم انا مثلا ايه صباح الخير، شفت اهو ردته بعد شويه، في اس، الاس دي كانت زمان، الاس دي كانت زمان على طول، يعني اهو مع بعض صباح الخير. ايوه كده، هي دي الاخلاق، هي دي الاخلاق. والاخلاق شيء حلو جدا، ان شاء الله ربنا يجعلنا من اصحاب الاخلاق، وان شاء الله شهر رمضان هيعلمنا اكتر يعني ايه اخلاق. ودلوقتي هنبص على الشباب الموهوب الجميل جدا 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 جدا، نشوف هم هيكلمونا عن الأخلاق إزاي، وهي الأخلاق. الأخلاق والقاف مهمة جدا في الأخلاق، لأن الأخلاق فيها شك. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله عامر، ربنا يجعله عامر. شكرين جدا. أسنان بدأت. شفت جبت لي الكلام؟ اقعد يا ولد. ولد. بابا. البس الطربوش. آسف بابا. بابا بابا أنقذني يا بابا، أمجدني يا بابا. يا ستي بتجري ليه يا ستي؟ قطعتي نفسي يا ست. راحت حفلة أسبهان. خير يا ليلى؟ اتكلمي. خبريك فلا الشر. مالك يا لولو؟ ولد. بابا. من الأخلاق نقول إيه لأختنا الكبيرة؟ حصل إيه يا أبلة ليلى؟ عفارم سقفوله. ها يا ليلى خير، اتكلمي. جوزي هني. إيه؟ زلني. أوه. سبني بأقصى الألفاظ. تروح عمي، أرجوك يا عمي تجعلني أنتقم لشرف العائلة. تمالك أعصابك يا حشمت. خير يا ليلى كملي. قال لي كلمة ما أقدرش أقولها، قال لي كلمة تعدي إهانة لا
اصمت يا حشمت. كملي يا ليلى. قال لك ايه الوغد ده؟ انا يستحيل اقدر اقولها، انا استحي اقولها، انا كتبتها في ورقه وريها له يا دادا. اتفضل يا سيدي الباشا. خدي اتفضلي يا باشا. ميه ميه. قالك يا مستهترة، انا لا يمكن اسمح بكده ابدا. انت لا يمكن تظلي في عزمته ابدا، لا يمكن تظلي على ذمته ابدا 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 ابدا. لكن يا بابا. ما لكنش. افهم يا باشا. ما فهمتش. انا ياما قلت لك يا باشا ان ده مش من وسطنا. ده حتى كفايه اسمه، حد يتجوز واحد اسمه حسن بوصمات. لكن يا بابا انا ما كنتش اتوقع ان حسن افندي يطلع بطال بالشكل ده. بلاش يا نافع، ارجوك يا نافع ما تشتموش، كفايه العائله كلها بتهينه، ده في النهايه زوجي برضه. احكي لنا الواقعه بالتفصيل. النهارده الصبح واحنا بعد ما تناولنا فطورنا كأي زوجين تحيط بيهم السعادة وتظلل عشهم الجميل، نزلنا السوق لأجل ما نشتري بعض احتياجاتنا وركبنا الترماي. استغفر الله العظيم، ترماي. اوه ست روح. وكمان بيركبك وسائل النقل العام. ترماي ترماي يا أبلة، ايه اقول لاصحابي ايه في الكلوب؟ وبعد ما طلعت الفلوس عشان اديها للكمساري بص لي وقال لي يا يا ما تقوليهاش، ما تلوثيش فمك الطاهر بالكلام البذيء ده. ايوه جاي حاضر. ايه مين اللي جاي يستعان؟ سيبني ادخل يا ادريس. عن اذنك عن اذنك. خشي. اهلا اهلا يا سي بوصمات بايت، يا سي بوصمات من غير سمسم. الله يحظك يا سيدي، متشكرين لظرفك والله، بس انا كلامي مش معاك، كلامي مع عمي. عن اذنك يا سي حشمت. عمي يا عمي انا اعتذر يا عمي، المسامح كريم يا عمي. عمد دبب، انت ازاي يا افندي تقول لبنتي لفظ بطال زي ده؟ ما انا جاي النهارده على ملا وشي علشان اوضح حقيقه موقفي، الحكايه وما فيها ان انا وبنتك ليلى، بنتك ليلى الجوهره المصونه والدره المكنونه، حسن ركبنا النهارده الصبح الترامواي. القصد طلعت من جيبي نص فرنك للكمساري علشان ياخد 8 تذكرتين ويرجع لي الباقي. حصل حصل معلوم. أمال كنت منتظر إن هي اللي تدفع تمن التذاكر؟ لا طبعاً ما يصحش يا سنافع، راح تقول إيه لأصحابك في الكلوب؟ أوه بابا القصد تقوم الست هانم تنسحب من لسانها وتقول للكمساري خلي الباقي علشانك؟ إيه الاستهتار ده؟ الله أكبر الله أكبر، أديك قلتها يا عمي يا حبيبي يا عمي، هتبوسة يا عمي يا روحي يا عمي. قلت لها ليه بس كده يا ليلى؟ نسيب باقي 18 ملين ليه للكمساري؟ هو احنا قاعدين في جروب بي؟ ولما نسيب الباقي 18 ملين نكمل باقي الشهر ازاي؟ بالك انت ال 18 ملين دول يعملوا معانا كام؟ كام؟ 3 ملين للبقال، 4 ملين للجزار، 5 ملين أجرة البيت، والباقي نحوشه عشان خاطر مصاريف كحكة. كحكة؟ أبلة ليلى انتي. انا حامل. ايه الاسم البطال ده؟ بابا. عمي سموها كحكة، سموها صميتة، سموها بتاو حتى، المهم تيجي بالسلامة وتملى علي السرايا. يلا يا ليلى خدي جوزك ومع السلامة. لكن يا باشا. اصمت يا حشمة. ستروه. سامحيني يا ليلى ما كانش قصدي، فلتت مني الكلمة غصب عني كده والله. مسامحك يا حسن، وإن كنت أتوقع منك عطفة نبيلة عن كده.
يا سلام، إنما السعادة ليست في المال، بل السعادة في الأخلاق وراحة البال.